قم بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي مساهمة طبية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه المساهمة في إطار دعم جهود بلادنا في مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا عبر حماية الطواقم الطبية وتعزيز القدرات العلاجية والإنعاشية لمنظومتنا الصحية. المنظومة الصحية في بلادنا تستفيد من 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس والإنعاش، إضافة إلى فريق طبي متخصص. مساهمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في جهود بلادنا للسيطرة على الموجة الثانية من وباء كوفيد-19. أتشرف اليوم بالحضور مع سعادة السفير وأخي العزيز السيد حمد غانم حمد المهيري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا، لاستلام المساعدة السخية في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19. تلك المساعدة المتكونة من إمدادات طبية وأجهزة الفحص والتنفس، والتي تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين وقائديهما ضخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وستساهم هذه المعدات والأجهزة في التصدي الفعال للجائحة مع التحسين من توفير آليات الوقاية للطاقم الصحي والتكثيف من تشخيص الحالات. من أبوظبي إلى موريتانيا حملت هذه المساعدات الطبية الثالثة من نوعها مشاعر أخوة وعززت أطر العلاقات الثنائية بين البلدين في ظرف ألبسته جائحة كورونا خصوصية، وجهت خلاله اهتمام العالم إلى تقوية المنظومات الصحية باعتبارها الدرع الحامية للمجتمعات والشعوب. يشرفني أن أشرف معكم اليوم على تسليم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية المقدمة من دولة الإمارات الحقيقة موريتانيا في إطار مكافحة فيروس كورونا. وتعكس هذه المبادرة عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه فخامة الرئيس محمد بن الغزواني. أرجو أن تساهم هذه الهدية في الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية هذه الأيام التصدي للموجة الثانية من جديد من جائحة كورونا. سيتم توظيف هذه الإمدادات الطبية وفق استراتيجية القطاع الصحي المعتمدة في مواجهة التطورات الصحية والوبائية في بلادنا، بهدف حماية الطواقم الطبية أولا وتطوير مستوى علاج وإنعاش المرضى المصابين بهذا الوباء.